تابعين ام تي في لايف وبنوصل لفقره اول اكسس باي الين ازهر المري اللي اختارت انه تخصص لا لايف هالفقره المنوعه يلي من خلالها بنتعرف على المشاهير بكل هيك جوانبهم، امور شخصيه مهضومه، حياتهم، اللايف ستايل تبعهم. كل اسبوع كنا عم نتعرف على شخص من السليبرتيز اللي بنحبهم. هالاسبوع الين استضافت او راحت لعند ماريتا الحلاني، هالصبية اللي نجحت نجاح كتير كبير إن كان بعالم الفن أو بعالم التمثيل. رح نتعرف عليها أكثر مع ألين أزعور المربي All Access by ألين. وسهلا فيك بأول أكسس. ميرسي. نحن اليوم بجبال هيك تلاقينا شوي طقس حلو عم تقضي سوا. طقس حلو برود. ماريتا، قديه استمتعنا ب 2020 وقديه استمتعنا أكثر بدورك ب 2020؟ ماريتا الحلاني قبل 2020 مثل ماريتا الحلاني بعد 2020؟ هلا أكيد يعني حلو النجاح، حلو، انبسطت كثير بردود الأفعال و كل المسجات اللي كانت عم توصلني، وبتحملني اكيد مسؤوليه اكبر انه كرمال اللي جايه يكون احلى بعد وافضل. اكيد يعني هي يمكن المسؤوليه اكبر يمكن. ايه، انت راضيه عن النجاح؟ كنت بتتوقعي هالقد ينجح دوري؟ هلا انا اكيد اول شيء شركه الصباح يعني من اهم الشرك بالوطن العربي والعالم. مزبوط. والمسلسل كان معروف انه راح يكون مسلسل حلو من كتابته والاخراج وبطولته الممثلين اللي عم يمثلوا فيه، فانا كنت عارفه لما قريت النص انه راح يكون حلو. ودوري حسيت انه حبيته كثير لانه راح اطلع عن جد عم بمثل شيء ما بيشبهني، عم بطلع بصوره جديده. فايه بس انه اكيد الفيدباك علي لا ما اكثر كنت ما كنت اكثر ما كنت متوقعه. كيف كانت علاقتك بالممثلين وهيك الثنائيه انت وبلبل كانت كثير ناجحه؟ حلوه كثير علاقتي معهم وحتى مع الاكيب بالتصوير، وكان جو كثير حلو على السات. وبلبل حسين، انا بعيط له بلبل حتى هلا يعني بنسى انه اسمه حسين، كثير كثير يعني عفوي، تمثيله حلو، وغير هيك شخصيته حلوه كثير، يعني كان كثير عم بيساعدني حتى انه عم يعني حسيت انه لما بتحضري بتحسي في كيمستري بين سعاد وبلبل لانه عن جد كان كثير عم بيعطي من قلبه. انا وعدتك بدي اعود لك اياها يا سعاد من بعد تليفون رسمي امبارح، قطشت من الظهره هيني عودت لها اياها لسعاد. هيدا الظهره بغير شكل حطها دردرون. دور سعاد كان صعب انك تنفذيه او صعب انك تفوتي بالدور او لانه مش شخصيتك انت، يعني كثير بعيده عنك؟ هلا هي قصتها اكيد الباك جراوند من وين هي بتجي وشو عايشه والمشاكل اللي بتمرق فيها ما بتشبه حياتي لإلي، بس بالكاركتير يمكن بكاركتيرها لإلها بشخصيتها بغض النظر هي من وين جايه في عندها يمكن اشياء بتشبهني فيها، لانه انا حطيت من حالي يعني انا لانه اول مره بمثل كنت عم جرب اعمل ردات فعل الحقيقيه بسعاد. فانا لما عن جد بلبل يمكن كان عم بيطلب ايدها لسعاد، انا صرت اتخيل انه عن جد انا حطيت حالي محلها، وانه انا عن جد ما كنت متوقعه انه معقول انا اتجوز انه يتجوزني مع كل هالقصص اللي انا مرقت فيها، وما صدقت، فعملت هالرياكسيون اللي صدقتها وعشتها طلعت معي حقيقيه عن جد. العرس يعني، طب ما معقول العرس والفستان والرقصة، بتعرفي بيي لما كنا عم نحضر قال لي بتعرفي ليه حسيتك مهضومة كثير بهذا المشهد؟ لأنه العالم ما بيعرفوا إنه أنت عن جد هيك، يعني العالم ما بيعرفوا إنه أنت أنت شوي خجولة. أنا يعني خجولة يمكن من الصور على السوشيال ميديا أو هيك، يمكن كان فيديو إنه الإنسان ما بيقدر يفرجح شخصيته الحقيقية بين الناس. فأنا لما رقصت عن جد أنا أوقات هيك برقص عن جد من قلبي، كنت عم برقص ومبسوطه. واكيد جربت انه حضرت يعني انا شفت اعراس كيف هيك شخصيه معقول تكون عم ترقص، وصرت اخذ منها واعطي مني انا من هيك حركاتي يعني.
انت اصلا انطلقتي بتغني، انت مغنيه بالاول، برايك معقول النجاح يلي النجاح اللي كثير قوي يلي صار ب 2020 وهلا انت كمان عم بتحضري مسلسل ثاني ياخذك من عالم الغناء وتوقفي انك تغني؟ لا 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 هاي شيء وهاي شيء ومع بعضهم بكملوا بعض. يعني انا اذا في عندي عمل تمثيلي بقدر غني فيه كمان بيكون شيء حلو اذا بقدر اعمله. بمسلسل هلا اللي عم صوره الجديد حكايتي كان اسمه الحي الشعبي صار اسمه حكايتي. هذا المسلسل انا عم غني غنية المسلسل وكمان اسمه حكايتي، فلا عم غني وعم حضر كمان غنية مصرية جديدة اسمها اقول لك سلام. اوكي يعني ما حطيتي مثل ما بيقولوا الغنى هلا على جنب لحتى لا هلا اكيد عم اكيد التمثيل بياخذ كثير من وقتك، يعني غير انه التدريب انا بتدرب وبتمرن وبحضر النص وبدي احفظ واتمرن وهيك بياخذ وقت، والتصوير يعني كل يوم كل يوم بتاخذ فتره طويله تصوير، بس عم جرب قد ما في انه لا ما انسى الاغاني لانه انا هذا الشيء بحبه من زمان وبعتبر هاي موهبه، يعني اذا عندي هالموهبتين انه اشتغل عليهم وطورهم وانه شيء حلو. اكيد. خبريني شو كيف كان راي كولات وراي عاصي بالمسلسل؟ هلا انا امي من زمان دايما كانت بتقلي انت سعاد حسني، انا كنت تقلي بتحسها بتشبهي سعاد حسني. ايه يعني بتحب تغني وبتمثلي هيك ايه لا انا كنت تقلي انه انت بحسك بتمثلي، انه بحس انه عندك بوجهك اكسبرسيون بتعمليهم انه ليه ما بتمثلي، بحسك ممثله. كنت انا كنت حب مثل لانه كنت تشوفني من انا وصغيره كنت صور اشياء مثل التيك توك، بس من زمان كان في اشياء ثانيه كنت صورها وما كان عندي الجرأه بصراحه. يعني انا أولى ما كان عندي الجرأة إنه كنت، لأنه مثل ما قلتي أنا بستحي إنه بنت رايقة بستحي وهيك، كنت بحس إنه لا إنه ما بعرف الواحد بده هيك دفشة تا يقلع. فهلأ من بعد تيك توك والناس قديت فعلت معي شجعوني كتير، حسيت إنه بس تجي الفرصة الحلوة رح أخذها وهيك صار. وهيك ما بعرف قديت صارت طلعي فيها ما محطوطة فوق. لك روح علي رح تشردق لعم ما اسالك. كمان انت اول سينجل عملتيه باللغه الاجنبيه وكان اسمه جو. كان كثير ناجح وعطى لون انه انت كمان بتقدر تغني اجنبي. وين بتلاقي حالك اكثر بالاجنبي او بالشرقي؟ هلا بالاول انا كنت لاقي حالي بالاجنبي، ما بعرف كنت معوده اكثر اسمع اكثر وبالمدرسه والاصحاب، بس بعدين حسيت انه صرت اسمع اكثر للعربي وحسيت انه بحب الاحساس بالاغاني الشرقيه، بحب الكلمات الالحان. وكنت حابه انه انا بما اني لبنانيه عربيه انه ليه ما بدي غني بلغتي، وبقدر غني بالانجليزي بالفرنساوي بالتركي يعني بقدر غني عده لهجات. حصلتي على عدة جوائز مثل ما كنا عم نقول ومنها كيدز تشويس اوورد ب بنيكولاديوم. خبرينا اكثر عن هالجائزه. هيدا الجائزه ربحت جائزه افضل فنانه افضل فيفورت عرب ميوزك فيفورت عرب ميوزك ارتست. هي الكيدز تشويس اللي بيصوتوا لها الاطفال مش كثير اطفال يعني الشباب تين ايجر فربحتها بوقتها بال 2018 ورجعنا شاركنا بالحفله الحفل يلي عملوه بابو ظبي وايه كانت تجربه كثير حلوه هونيك. ليكي هون نحن هون كله اثارات وقاعدين بجبال، شو رايك نقعد هون شوي ونكمل حديثنا ونعمل اول اكسس هون؟ ماريسا منعرف انه وجودك مع والدك وقت تصوير الكليبات وقت الكونسرت هو يلي قربك على الغناء، خليك تحبي انك تغني؟ ايه هلا انا كنت غني، الموهبه بتجي يمكن الصوت الحلو من عند الله أكيد. بس الاجواء كمان بتساعد، يعني بتلاقي اوقات ناس يمكن صوتهم حلو بس انا عندي رفقه صوتهم حلو ما بيفكروا يغنوا. هلا انا يمكن جو بي كنت احس انه عبالي يكون مثله، كنت شوفه انه يروح على الاستوديو حب رافقه على الحفلات، حتى كنت اطلع غني معه اوقات او ارقص فايه لا كنت حب كثير. كان دعمك بالاول خصوصا انه شفناكم سوا كنتوا برقصتوا بدانسينج وذ ستارز. بي من النوع يلي ما كثير بيحكي ما بيعبر ما بيفوت بتفاصيل حياتنا، يعني ولا انا ولا اخواتي ولا امي،
فولا مره هو كان يمكن يقول لي انه انت صوتك حلو لازم تغني ولا ما تغني ولا شيء، بس كان يخاف يعني، كان يسالوه ويخاف علي يقول هيدا المجال صعب مش هين، وهو قطع فيه وبيعرف بيعرف، فايه كان يمكن بخاف. بس انا كنت كفيت دراستي للاخر ورحت على الجامعه، عملت بزنس بالايوبي، واخر شيء خلص يعني صرت بعمر صرت قادر اخذ انا قراراتي وخياراتي بالحياه، وتركني يعني اعمل راحتي. يمكن بيك دعمك بالاول بركه بطريقه غير مباشره، بس الاكيد منه كل عالم تعرفه انه انت المحل اللي وصلتي له هلا والشهره اللي انت فيها هي بمجهودك الخاص. كنت عم تقولي لي انه درستي بزنس، ليه درستي بزنس لتديري انت اعمالك هيك بطريقه منه؟ هو هيك كثير ساعدني هيدا الشيء، بس بوقتها ما فكرت فيها هيك يعني. انا كنت حب ادرس اخراج تمثيل، ومثل ما قلت لك قبل انه ما كان عندي الجرأة، كنت خاف. فبزنس رفيقتي البيست فريند تبعي معي بالمدرسه من نحن وصغار، وفتنا سوا انه خلص انا وياها نفس الصفوف، كنت ضلني حدا مع بعض هيك، حسيت ارتحت انه الكومفورت زون اكثر. بس كثير تعلمت واستفدت منها هيدا الشغله، واكيد كل حياتي يعني حياتنا كلنا بالشغل وبرات الشغل يعني منديرها نحن، بقيت تعلمت فيها كثير. وهلا اكيد عم بتعلم تمثيل، اكيد عم باخذ بيان يعني ببين انه بتحس انه انت انه عم تتعلمي، حدا عم بيساعدك بركي كوتش؟ ايه هلا من بعد 2020، بوقت 2020 لا كنت لحالي؟ كنت لحالي، كانت اول مره يعني ما عندي ولا خبره ولا درستها ولا شيء، بس اكيد المخرج فيليب اسمر يعني ما في منه عن جد كثير ساعدني، وكان بيهتم بكل تفاصيل يعني كل شخصيه كل حدا، كثير كثير استفدت معه بالشغل. انت قريبه من كولات، بنشوفكم سوا ثلاث ارباع الوقت بلبنان وبرات لبنان، وقتها كنا نقدر ما كان في لوك داون بباريس فاشن ويك وبالسفرات. اي متى بتاخذي نصيحه كولات، واي متى وبشو بتاخذي نصيحه عاصي؟ نصيحه كولات بالحياه اكثر، بالشغل بكل شيء يعني. دائما انا وصغيره كنت اتخانق كثير انا وياها، مثل انه نتشارع يعني، دائما انا رايي شيء وهي شيء هيك على طول، الام والبنت هيك يعني. ما تفكر حالك لحالك، ما هيك كثير انا وياها عكس بعض. بعدين صرت اتبه انه كل شيء قالته كان معها حق، صرت اقشع غير هلا، فلا بسمع لها كثير وباخذ رايها، واذا هي شي مره في شيء منه عاجبها بخلص بصير ضل فكر فيه انه بيضايقني هذا الشيء. بي اكيد باخذ رايه بالاشياء الفنيه يعني، مثل اذا شيء بغنيه هيك اشياء فنيه كثير يعني شغلته. بتطلع على الحلانيه كثير؟ بطلع هلا، نحن وصغار كنا نطلع كثير، بعدين ما بقى كثير طلعنا لانه المدارس والجامعات والاصحاب وكل شيء كان هون. رجعنا هلا اكثر مع الكورونا اللوك داون، هذيك الصيفيه كلها قضيتها فوق وتعلقت كثير بالضيعه يعني، كثير كثير حلوه القعده فوق. وقتها بدك هيك تهربي من الضغوطات والستريس اللي عايشه فيها، وين المحل بتحبي تروحي تقعدي فيه؟ بحب اقعد باوضتي بالبيت. انا صراحه بحس تيك توك، بحس انه هذا هو الاسكيب تبعي. ما كنا عم نحكي انه باوضتي بصور كل شيء بعمل كل شيء، بس كون لوحدي. في فتره كنت كثير صور تيك توك لانه كنا قاعدين بالبيوت وكنا سوبر. تبقي مهضومه بالكاركترات اللي تعمليها وتلبسي الفولار وتصير تقلدي اللي بيمثلوا؟ بتعرفي لانه ما بحب صور فيديو كيف ما كان يعني، بسمعه كذا مره بحفظه وبجرب انه شوف شو في اكسسوار قادر استعمله ليلبق يعني، بحب اعطيه عن جد مشان هيك يمكن الناس حبه لانه ما استلشقت فيهم. شو يا عتاب؟ انا تزوجت وزعيني. الف مبروك. مبروك. كثير انبسطتيني. كثير انبسطتيني. فقدرتهم كثير بالعرس. اكيد بس اكثر شيء لعبير، لانه عبير كانت تحبني من قلبها. انا من اللي عطيت كارت بلانش لعبير. مجتمعين بلاي كيف يعني؟ قد ايه بتحسي انه لازم على طول تضلك تعملي قصص حتى المتابعين تبعك يضلهم يتابعوك؟ انت كمان اسم الله عندك 3.5 مليون؟ ايه هلا اسم الله. ميرسي. انا يعني بجرب قد ما فيني اكون اكتف يعني، هلا مثلا بس يكون عندي اعمال جديده بركز عليها، اذا ما بيكون عندي شيء هلا نازل بجرب يمكن تيك توك بنزل اشياء، فلوجز حتى على يوتيوب وعلى فيسبوك عم نزل فيديوهات لفيسبوك يعني، على كل بلاتفورم بجرب حط شيء خصوصي لها كرمال الناس اللي عم تتابعني انه يكون عندها شيء سبيسيال لها تشوفه. ماريتا وين بتشوفي حالك بعد 10 سنين؟ ما بعرف يعني، انا بعيش اللحظه يعني، اكيد عندي احلام عندي طموحات كثير بشغلي هلا اللي عم بعمله بالتمثيل،
كتير حابة أعمل أدوار جديدة، كل مرة أعمل شيء جديد شيء غير، ما عبالي أكرر حالي. أنا بدي أنتبه كتير على هذا الموضوع، وحتى هلأ عم صور مسلسل حكايتي سيرينا، حتى فيها أشياء يعني الدور، إذا أنا بدي أقرأ حسيت بالأول أنه يمكن يتشابه مع سعاد، لأنه شخصية جاية من حي متواضع وبسيطة يمكن، فخفت أنه يطلعوا يشبهوا بعض. اشتغلت كثير على الموضوع أنه أعمل كاركتر تتغيري، إيه، فبكرة يمكن رح تحسي أنه لا غير شخصية طالعة، أنه عم جرب اشتغل على هذا الشيء. وبعد 10 سنين ما بعرف، يعني مهم كون مبسوطة مرتاحة مع الناس اللي بحبهم. هلأ أنت عم خصصتينا بأول أكسس، هلأ بآخر فقرة جايبتي لنا بوكس، هلأ بدنا نشوف شو فيه. أوكي. وجبتي لنا كمان شغلة من 2020. ما هي هيدي part of the box، إنه شيء أشياء ذكريات أو أشياء بتعني لي بحياتي مرقت بحياتي، وإذا بدك بخبرك. يلا ماريتا، بدك تخبريني عن هيدا البوكس. هلا آخر شيء زدناه على البوكس هو هيدا الفستان، يلي هو فستان سعاد. بس اكيد كان في كثير، في اكسسوار، في الكارديغان، الليجينج، الشوز، بس انه بوقتها اخر يوم تصوير قال لي فيليب المخرج فيليب اسمر انه اذا بدك تاخذي خذي شي فستان من سعاد هيك ذكرى لك، وبكل مسلسل خذي شيء من الشخصيه لهيك ضل عندك تحتفظي فيه. كثير حبيت الفكره. طيب معقول يكون هذا الفستان احتفظتي فيه لانه 2020 سيزون 2 سعاد راجعه؟ هلا ما بعرف اذا بسيزون 2 رحت يمكن تغير ثياب سعاد بس انا لا بوقت ما كان معروف، بسيزون 1 ما عرفنا شو صار فيكم. ايه صح، بعد ما بنعرف شو صار بالشخصيات، بس بوقتها ما كنا عارفين يعني شو اذا في سيزون 2 ولا لا. طيب شو بدك تخبريني؟ شو بدي خبرك؟ شو بدك فرجيكي؟ مثلا انا اذا ما حتتوقعي بس انا كنت العب جودو انا وزميلي، وهولي ميداي ببطوله لبنان كان هيدا يعني ولا مره ذهبي، دائما برونز او بس انه انا ما كنت يعني اخر شغله بتوقعت قولي لي مثلا كنت اعمل جودو، يعني بتوقعت قولي لي كنت اعمل باليه كلاسيك، كنت ادرس مسرح. ما في شيء ما جربته صراحه، يعني امي كانت تحب نعمل باليه، كنا نوقف انا ودانا على الحيط، دانا دائما تلحقني نوقف هيك، كنت استحي يمكن ما بعرف، عملت رقص، عملت باليه، بيانو، جيتار، جيمناستيك. برافو، مثل هيك بس ايش جودو. على فكره الاهل بضل عندهم مثل ما بيقولوا حلمهم انهم اولادهم يطلعوا يدقوا بيانو، ايه، يرقصوا باليه، انه يعملوا اكتيفيتي شو ما كان يكون، بضل بيساعد يعني تطور الولد كل ما يكبر. هيدا بيبر شو هيدا العقد، عقد جاستن بيبر لانه كنت كثير حبه، فاكيد محتفظه فيها. وشو بدي فرجيكي؟ عندي صور اكيد هون، عندي صور انا وامي وبي. ياي شو حلوين فلات كل حياتها حلوة. وعندي في صورة لقيتها هون أنا ونانسي عجرم وإختي. إيه كنت فان؟ كان هون أنا و كنت بحبها كثير. كنت بتحب تاني يونان؟ كان بي عنده حفلة وقتها رحنا معه هو وياها، كان عندهم حفلة وتصورنا. كنت بتحب تاني يونان؟ كنت بحب يونان، إيه، بس هالصورة كثير بحبها. كثير حلوة. هيك دانا مستحية، مع إنه دانا مش مستحية. شو كمان بدي فرجيك؟ أكيد مش رح فرجيك كل شيء. شوي، نحن أنت كريمة ونحن بنستاهل. عندي دايري. ليك كلنا كنا نعمل دايري. إيه. بس انا ما كنت يعني ما كنت مثل ما بيقولوا واظي بكتب. لا انا كان هاي صوره لامي اللي جوا هلا هوني وصغيره. شو بدي خبرك؟ هالدايري يعني فيه كل شيء، انه كان فيه احلامي ماي دريمز وهيك. وقع بايد حدا؟ لا، في بستحي كثير تخيلي. هيدا من اي سنه لاي سنه؟ دوميل ناف هون شفت. ايه كنت حتى اكتب فيه اغاني بالدوميل ست. ايه كثير قديم. وهيدا شو؟ شو هيدا؟ ماشي هيدا في اشياء ولا طعمه، انه بس انه سوفينيرات ما تعرف. ايه انه بيعنوا لي لالي يعني، مثل هي من الجامعه انه انا رحت على الجامعه. هيدا براسلي كنت قلبته كثير. ايه هيك هيدا شو؟ هو النينتندو. نينتندو، ايه مضبوط، نينتندو دي اس. في بعد عندي كثير اغراض يعني، بس ايه هيك. ماريتا شو هلا المشاريع غير قلتي لي في غنيه مصريه؟ ايه في غنيه مصريه جديده، يعني كلماتها حلوين ما بيشبهوا يمكن الاغاني اللي عملتها قبل، ومتحمسه. عم فكر تصوري لها كليب؟ ايه عم فكر، بس هلا كمان مع المسلسل اللي عم نصوره، يعني بعد عنا 3 اشهر تصوير، ويعني الوقت شوي عم بنضغط بالوقت، بس بدي الاقي وقت انه اعمل شيء مهضوم. انا بدي اشكرك كثير، كثير انبسطت انه فاينلي قعدنا وحكينا. إيه.
بدي اقول لك انت نجمه كلنا بنفتخر فيها. ميرسي كثير وجود لك بكل شيء عم تعمليه. ثانك يو. انا كثير انبسطت معك اليوم وبحبك كثير. وانا اكثر. تتحمل جنوني والغيري يلي بعيوني بدي تبقى رسمي كثير لما تكون من دوني. صبيه نشيطه فول اوف لاف اند لايف، هيدي ماريتا الحلاني يلي استمتعت كثير بلقائي وحديثي معها. فيكن تفوتوا تتفاعلوا معنا عبر MTV سوشيال ميديا انستغرام وفيسبوك، لانه باخر كل حلقه رح نطرح سؤال على ضيوفنا وجوابه بس رح يكون عبر السوشيال ميديا. وسؤال ضيفتنا لليوم هو التالي. سؤال: لو ما كنت سعاد ب 2020 اي دور كنت بحب العب؟ لهون تخلص حلقتنا لهالاسبوع. سي يو نيكست ويك. باي باي.